لما تبدأ سنة التوجيه بيتحول البيت لغرفة طوارئ. يلا يا سليم، رح تتأخر على دورة الفيزياء. وبتصير حساسيتك للأصوات قل، مش عارف أدرس من العصفور يلي على الشباك. غير إنه البيت بيصير عايش على سايلنت بدون فايبريشن حتى. بدون صوت، سليم عنده أستاذ خصوصي. بس ما تنكر إنك بتدوق دلال لأول مرة بتدوقه، وعلى الأغلب آخر مرة. كل يا ماما وتغزى حتى تعرف تدرس منيح حبيبي. بتحس بهالسنة في حظر تجول، حتى ضيوف بينسوا طريق بيتك. الباب، مش عارف أدرس. أستاذك، كتبك، أسئلتك، كلها أونلاين في مكان واحد. الدراسة صارت أسهل بكتير مع جو أكاديمي.